ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بالآداب والأخلاق الإسلامية. نعم. إن شاء الله. الكرم. الكرم. الوفاء. والوفاء بالعهود. يعني الآن إخواننا مثلا أنت الآن دخلت إلى هذه البلد تركيا، الأصل أنت في له، نعم، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. في الغالب كل واحد منا لديه يعني شيء من المخالفات، صحيح كل بني آدم خطأ، لكن لا تجمع بين أنك تخالف ثم بعد هذا تجاهر بالمعصية، تقول الله صنعت وصنعت، ثم تأمر بالمنكر. أنت تعرف أن بعض الناس تحايل مثلا على النظام التركي مثلا، ثم يأتي يقول والله لعبت على تراك، ثم يقول فلان أنا أبين لك الطريقة بإذن الله ولا أكشفك أحد. ناسف، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن الخالق. نعم. طيب الوفاء، الوفاء منه عهود. المحبة، المحبة ذكرنا فيما تقدم من شروط لا إله إلا الله المحبة، أن يحب الله ولا يحب أحد مع الله. أين محبة الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام والملائكة والصالحين؟ تحت محبة الله، ما أحببناهم إلا لأن الله أمر بحبهم. وتحب في الله أربع أشياء: محبة العمل والعامل والأزمنة والأمكنة. العمل الشريعة كلها، وسيأتي في نواقض الإسلام أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول قال ولو عمل به كفر، يصلي لكن يبغض الصلاة. العمل والعامل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة الصالحين كل واحد. الأزمنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى: ثلث الليل الآخر، ليلة القدر، رمضان مثلا. أمكن يحب الله مكة والمدينة والمساجد. ضد الحب في الله لابد من البغض في الله. يبغض من؟ العمل والعامل والأزمنة وأمكن. يبغض العمل، يبغض كل ما حرم الله، تقدم هذا الشرك. والعامل إبليس وكل كافر ومنافق. أزمنة يحتفل بها الكفار في عالم احتفالاتهم عيد رأس السنة مثلا. أمكنة أماكن الله وأماكن الشرك والمعاصي. نعم. حسن الجوار. حسن الجوار. الجيران ثلاثة: جار مسلم قريب له حقوق ثلاثة: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرار. هذا الجار الأول له حقوق ثلاثة تؤديها له. الثاني جار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. والثالث جار كافر له حق واحد وهو حق الجوار: ولا تؤذي. نعم. النزاهة عما حرم الله، تتنزه عما حرم الله، تجعل ما حرم الله في جانب وأنت في جانب آخر. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. مساعدة ذوي الحاجة المحتاجين، لأن صدقة تتصدق بها. قال فأرأيت فإن لم أجد أو إن لم أستطع، قال تكف الناس يعني عن شر. نعم. العفاف. العفاف. طيب وغيره؟ الشجاعة. لا تنظر في الورق، أقول لا تنظر في الورق. الشجاعة، يظن البعض أن الشجاعة مثلا هي الحرية. كيف؟ أقول يعني بعض الناس يشرب الدخان أمام الناس في نهار رمضان، شجاع، هو يرى. تسأل الآخر ليش تشرب دخان؟ ما تخاف الله؟ يقول أنا حر. صحيح؟ لا مو صحيح. عندما يقول أنا حر هو في الحقيقة هذا ليس بحر والله، هذا عبد عند الشيطان أصلا.
يقول انا حر، مو حر، بهذا انت عبد للشيطان. فروا من الرق الذي خلقوا له، خلقت حتى تكون عبد لله، وبهذا تحصل لك العزه، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. لكن اذا خرج من هذه العبوديه وقع في عبوديه النفس والشيطان. اذا لابد ننظر في هذه المساله، ما هو اشحر؟ هذا ليس بحر، هذا بعبد عند الشيطان. الحر الحقيقي هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى. فالشجاعة ليست بهذا. نعم. الحياء. الحياء لا يأتي إلا بخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. بعض الشباب هداه الله إياه يقول: فلان يستحي. يا أخي لا تستحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. الصحيح ما تقول لا تستحي، تقول لا تخجل. يقول لا تخجل من اللي ترد شيء ترد كذا، أما أقول لا تستحي ما يجوز هذا. طيب. نعم، يعني الحياة مثلا، الآن تعرف أنه بعض الألبسة الآن تظهر العورة مثلا. فهذا يلبس هذا اللباس ولا يستحي. نعم، لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس. قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. العفاف عن كل ما حرم الله ذكرنا. اللي يعرف يرفع اسمع. نعم. الصدق. يصدق مع من؟ قلنا يصدق اولا مع الله في كلمة لا اله الا الله مثلا. ثم ثانيا يصدق مع عباد الله والذي جاء بالصدق وصدق به. صادق في اقواله واعماله وفي اعتقاده. ولا يكذب. الصدق يهدي الى البر. والبر يهدئ الجنة. قال: ما زال الرجل يصدق ويتحرى الله، يعني يحرص انه ما يتكلم الا بالصدق حتى تكتب عند الله صدق. والحذر من الكذب. كذب نسأل الله السلامة عاد الفجور وفجور يهدي للنار. يصدق مع الله ثم مع عباد الله. طيب. نعم. الأمانة. الأمانة وضد الأمانة الخيانة. وذكرناها. نعم. السلام. افشاء السلام على من عرفت وعلى من تعرف. بعض الشباب يشتكي يقول في نفور وفي كذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: افلا ادلكم على شيء اذا فعلتم وتحببتم. اذا تفشي السلام على من عرفت وعلى من لا تعرف. نعم. إراثة الملهوف. إراثة الملهوف. طيب، هناك كتاب للمقيم رحمه الله سماه إراثة اللهفان في مصائد الشيطان. بين فيه مصائد أن الشيطان يضع شباك يصطاد بها الناس. خلاصة هذه المصائد في مصيدتين. مصائد الشيطان تتلخص في مصيدتين. شبهات شهوات. شبهات اما بدعة او شرك. شهوات صغائر وكبائر. فإذا أغلقت هذه الأبواب الحمد لله سلمت من الشيطان. وإذا لم تغلقها وقعت في مصائد الشيطان. نعم. طيب الكرم. وضد الكرم البخل. نعم. نزهة. النزاع عن كل ما حرم الله ذكر. الإيمان. طيب احنا ذكرنا مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان. البشاشة. لأن تبسمك في وجه أخيك صدق. نعم. اي نعم. طيب. العاطس الآن إذا عطس حمد الله. عندما تسمع احمد الله تقول له ارحمك الله، ثم يجيب بعد هذا يقول اهديكم الله اصبح بارك. نعم، كذلك ما ذكرنا بالامس. اذكار دبر الصلوات، اذكار الصباح، اذكار المساء، دخول المنزل وخروج منه، الدعاء عند المطر، الدعاء عند الريح. نعم. اللهم اني اسالك من خير هذه البيئه خير ما فيها. التسميه عند الابتداء والحمد لله.
التسمية عند الابتداء في الطعام، لأن التسمية واجبة. ثم أحمد الله عند الفراغ، يأكل مما يليه ويأكل بيمينه وجوبا. وإذا نسي التسمية في أول الطعام وقت ما يتذكر أقول بسم الله ولا آخر. نعم. عيادة المريض يعني يعود ويكرر عليه الزيارة، يعاود عليه الزيارة. لكن الزيارة لها شروط. أولا تكون الزيارة في وقت الزيارة، يعني ما يمكن أن يأتي مثلا آخر الليل الساعة 12 مثلا أو بعد الفجر مباشرة مثلا، هذا ليس وقت زيارة، يأتي في وقت الزيارة. ثم ما يطيل الوقت عنده إلا إذا أحب المريض ورأى أن المريض يريد أن يبقى هذا عنده. ثم لا يذكر له الموت ولا يقنط من رحمة الله، يعني يدخل على المريض ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال والله مسكين، والله قطعت قلبي، والله تقطع عليك ليل نهار، ما بديت حيلة، أنت تعرف ما نحن فيه، عارف هذا والله كله من النظام، وهذا هذه أصلا ليست بمستشفى، والله مجزرة هذا، أنت عارف هذا الطبيب؟ أعرف، ما أحد يخرج من عنده، بل هذه المستشفى يعني خلفها في سرداب، أنقل في الموتى والله. والله أعلم أنها أيام يعني تنتهي إن شاء الله، والحمد لله، أولادك يضيعون كلام، والحمد لله. هذا كأني أقول له مالك تسخر، اعترض عن قضاء القدر. لكن يدخل الشيخ للمريض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس طهور إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يحفظ كتاب التوحيد، فعليه جامع كتاب التوحيد. يقول قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله عند قلبه. قال علقمه رحمه الله: هو الرجل تصيب المصيبه فيعلم ان من عند الله فيرضى ويسلم ويقتل عليه ايضا بعد الاحاديث وكذا، كيف يخرج من عنده؟ والله ما يشعر بشيء، يقول الحمد لله. دائما انت تسمع انه بعض الناس دائما متفائل، دائما تسأل كيف الحال؟ قال الحمد لله بخير. يا أخي والله احنا في نعمة. يا أخي هذه المشاكل وهذه الأمور، قال وما أصابكم من مصيبة فكسبت أيديكم، أسأل الله أن يعفو عنه. إي بعض الناس تسأل كيف أنت؟ قال والله في نعمة. يا أخي هذه الأمور كلها، قال الحمد لله، أسأل الله أن يكفر عن هذه الذنوب. قال يا أخي ما في نصر الآن سنتين وكذا، قريب ثلاث سنين، قال النصر قريب. وبعض الناس تسأل ها شو الأخبار؟ قال يا رجل أخباري كل يوم احنا في الهاوي، هزمنا وكذا، وضعنا وأولادنا تشردوا وكذا، واللي مات مات والبقية ميتين. صحيح والله، كل ما يصيب المسلم فهو خير، المسلم ما يعترض على قضاء القدر، يرضى ويسلم دائما. ملك من الملوك أراد الخروج إلى الصيد، فعندما أراد الخروج يخرج بلا حرس بلا حاشية، ما يأخذ معه أحد. قال له الوزير: أريد أن أخرج معك. قال: طيب تعال معي. فعندما أراد الخروج قطع إصبع الملك، جرح. فقال الوزير للملك: الحمد لله لعله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله ما استثنى شيء. يعني أنت هنا في خير يا أخي، في سوريا في خير، نعم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. غضب الملك من هذا الكلام، قال: تهزأ بي؟ فرحت إني قطعت؟ أدخله السجن. فعندما أدخله السجن وأغلق عليه باب الزنزانة، قال الملك للوزير: قال سجنت؟ قال نعم. قال لعله خير، يهزأ به. قال: ما هذا الذي تقول سجن؟ لعله خير، يبقى في السجن.
ثم خرج الوزير في الصيف. الملك يا شيخ. الملك اسفين. ما حد يخطئ عنده. خرج الملك في الصيف. وهو في تتبع الصيد وجدوه جماعة من الناس فأمسكوه. قال ماذا تريدون؟ قال نحن نبحث لنا أيام نبحث عن إنسان نقدم قربان للآله. قال أنا ملك وأنا كذا كذا الحمد لله لن نجد أحسن من كفش سمين أنت. قيدوه. فعندما أرادوا أن يضعوا القيد في يده وجدوه مقطوع الإصبع. قال أنت معيب لا تصلح أن تكون قربان للآله اتركوه. مجرد ما تركوه رجع الوزير وأخرج بالسجن. قال الحمد لله والله إن قطعي خير صدقت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الوزير لا والله إن سجني خير. قال لماذا؟ قال لأنني لو كنت معك في الصيد أنا لست بمعك الآن في عداد الأموات. صحيح أنت ما تعترف هذا اللي يحصل وغيره كله بقضاء الله وقدره. والله ما يقدر العباد إلا خير. أضرب لكم مثال آخر. الآن هذا الأخ عنده سيارة وقصر وطائرة وقطار ومصنع مؤمن عليها تأمين شامل. تأمين حرام ما عندنا إشكال. المهم هو أمن. طيب كلها احترقت. يغضب يزعل ولا شك. قالوا حرق المصنع وش الاشكال؟ ولا يشكل. ليش؟ مأمن صح؟ حرام حرام التأمين ما في اشكال. لكن حرق المصنع تكسرت السيارة ولا يتغير عنده شيء. قال انا مؤمن صح؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. ايه؟ طيب انت الان في ذمة من؟ إذا ليش تبالي يا أخي؟ صح؟ قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه قال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى شراك عليه لرآه. قال ما بالك باثنين الله ثلاثة. لا تحزن إن الله الذي مع الله كاذب مستقيم على طاعة الله هذا ما يحزن. قال يا غلام صغير داعي أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. بس أنت في سوريا أو في الهند أو في أي مكان أو في تركيا احفظ الله يحفظك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. في الرخاء الله أعلم إيش أسمع. في الشدة ما أسمع. إذا أخواننا ما تعترض على قضاء القدر ترضى وتسلم. اي واحد يسال كيف حال قول الحمد لله نحن في نعم يا اخي هذا قول الحمد لله مفهوم ما تتطيع نعم اداب الشرعيه اداب الشرعيه دخول المسجد دخول المسجد ذكرناه بالدرس الماضي قلنا يقدم رجله اليمنى وكذا التعزية في المصاب قال في المصاب. ايش المصاب؟ يعني اصيب بموت قريب. هذا الاخ له قريب لكن مؤذي فاسد ومات تعزي؟ لا مو مصاب. فرح هذا انه مات قال الحمد لله ارتحنا من واحد سيد. لكن تعزي بمصاب تعزي بماذا؟ تعزي ان لله ما اخذ بالله ما اعطى كل شيء عنده والاجر المسمى فلتصبر ولتحتسب. لكن هذا في حدود ثلاثه ايام. بعد ثلاثه ايام اقول ما تعزي ابدا. تعزي وين؟ الاجتماع في بيت الميت هذا من النياح كبيرة من كبار الذنوب. هذا اللي يصنعه عندكم كلام من الأمور التي تعرفوا أكثر منه. هذا كله من النياح كبيرة من كبار الذنوب. طيب
تعزية أن تعزيه بالمصاب. نعم. التسمية عند البدء والحمد عند الفراغ. ذكرنا والحمد. لا الحمد عند العطس. ذكرنا. ذكرنا. والله ذكرنا. أنا مسجل راجع إذا ما ذكرنا إن شاء الله. نعم. مساعدة ذوي الاحتياجات. ذكرنا. اتباع الجنائز. اتباع الجنائز على الرجال. زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، اتباع الجنائز. الزيارات الشرعية للقبور الزيارات ثلاث، زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية، هذه زيارات القبور. شرعية بدعية شركية. الشرعية أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة ولا يشد إليها الرحم. وأن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات، فإن نوى دعاء الأموات زيارة شركية. وإنما دعاء الله عند الأموات ويروح عند المسجد عند القبر هناك حتى يدعو الله أن يرزق زوجة صالحة الزيارة بدعية. هذه الزيارات عندنا. ثم القبور الآن أسماء مكتوب عليها وأشجار وبناء لا يمكن أن تكون القبور إلا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي وعلي يريد أبعث أبي الهياج وأبو الهياج يبعث اللي بعده حتى جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. محمد بن عبد الوهاب بعث من كان عنده من طلاب وسوى القبور كلها هذا يوم حتى وصل وقال والله أعلم إلى طهران أقدموا كل القبور. لذلك الرافضة يكيدون للوهابية. أي نعم. ألا تدع صورة إلا طمستها. طمسها يعني إزالة معالم الوجه. ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا. إلا سويت. كيف تسويت؟ تسويه أولا على السنة. كيف؟ أن يرتفع قدر الشبر. يسنم يوضع عليه حجر أو حجرين. هذا السنة في القبور. أما يبني عليها بناء ويضع عليها علامة وكذا أعوذ بالله. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك. فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. قبور تراها كأنها قبور كفار. طيب. نعم. التهنئة. إما بالزواج أو بالمولود تهني وبالعيد عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن عندنا تهنئة ما تجوز. يقول بالرفاه والبنين ما يجوز تهنئة أهل الجاهلية. صحيح. تهنئة في عيد رأس السنة. Happy New Year. عيد الحب. والله أخواننا هؤلاء أصلاً ما يعيشوا في هذه الحياة. أموات غير أحياء. عيد الحب أو عيد الأم أو عيد كذا أو عيد كذا. هذه الأعياد عندهم ترى كثير من الناس لا يدري ما سبب هذه الأعياد. سبب هذه الأعياد ما عندهم أصلاً تواصل اجتماعي. ما منذ أن يبلغ 18 عام خلص يخرج ولا رجع لوالده. فقالوا نصنع عيد حتى يأتي لأمي في السنة مرة واحدة عيد الأم وعيد كذا وعيد كذا حتى يأتي ولا يأتي برضه. في النهاية تجد من المسلمين من يحتفل ويهنئ. ما يمكن حتى ما الآن ما هو موجود جمعة مباركة. إيش جمعة مباركة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يهنئوا بالجمعة يقولوا جمعة مباركة؟ لا. إذا ما في تهنئة بالجمعة تقول جمعة مباركة. طيب سبت مبارك الحمد لله صحيح؟ ليش ما تقول سبت مبارك؟ ما يصح التهنئة لا بالجمعة ولا بغيره. تا عندنا عيدين أهل الإسلام عيد الفطر عيد الأضحى اللي فيها تهنئة تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم.
أما جمعة مباركة، جمعة طيبة، جمعة كذا، عيد مبارك، ما هو صحيح. كان يقول الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول هؤلاء أهل سورية ما شاء الله، كل شيء يجعل له يعني كلمة ورد. توضأ بدع، هذا بدع، من زمزم الثاني يجيب قال صحبته. ما يصح هذا، حرما كذا، خلي أمور الدنيا ما عندك إشكال فيها، يقول له نعيما بعد الحمام وكذا ما في إشكال، لكن هنا في إشكال. بعد توضأ يقول له زمزم، لا ما يصح. هذا أصله. المشكلة إحنا دحين، اسمع اسمع معي، اسمع معي بس أنا أفهم الشيء بعد. النظام بقي في قلوب بعض الناس. والله حتى هنا الآن هو في الريحانية تجد يطبق البدع. والله صدق كل البدع، كل المخيمات قريبة يعني، كل المخيمات. رجل أنا دخلت قيمة الصلاة، صلي التراويح، والله يا شيخ يقرأ ويسألونك عن الله أكبر، ما يقرأ، والله ما يقرأ القرآن هذا. أنا مسكته بعد الصلاة، أنت شو تسمع؟ تلعب أنت؟ وين النظام الآن عندك أنت؟ اتقي الله، كيف تصلي بالناس أنت؟ تلعب القرآن ما يصح، صح؟ زرع النظام البدع وبقي الناس إلى الآن. طيب وين؟ لأنه في القلوب الآن النظام، صدق. يعني واحد لو قال لي هذا، قال ما الفرق بينك وبين الشبيح؟ ما في فرق. بعض الناس اليوم لا يصلي، يكفر ليل نهار ويكفر. والله صدق، والله في المخيمات تسمع بعض المخيمات هذا. وشرب الدخان في نهار رمضان، ولا صيام ولا صلاة ولا غيره، صحيح؟ يا أخي إحنا عندنا شريعة، لا قومية لا غيره، ولا سوريا ولا غيره، صحيح؟ أعرض على الشرع، وافق أقبل، قل قصدي. سبحان الله، واحد يسجد للصنم، تقول يا أخي شرك أكبر تسجد للصنم، قال والله ما أقصد. ينفع الكلام هذا؟ لا ينفع. اصبر. أوقف. يا رجل واحد يسجد للصنم، يسجد للصنم، تقول له أنت تقصد؟ تقول له أو تقول له هذا شرك أكبر؟ بالله لو واحد سبك وسب أبوه، إيش تقول له؟ تقصدني؟ كيف قلبك مطمئن؟ ولا غير مطمئن؟ أنت تقصدني؟ إيش تقول له؟ سب ربك وسب ربك، وبعدين تقول له كيف قلبك؟ تقصد؟ لا لا أنت معذور. الله أكبر. قال أنا والله ما أدري إنه سب ربكم. بالله زمن الرئيس، زمن الرئيس، معليش. صلى الله يعجل في هلاك. آمين. اسمع انت الان، والله ما يتجرأ واحد يقول عندي واحد، يقول اكرمك الله شحاط الرئيس يسبه، اقل جندي ما يتجرأ يسبه، صح؟ صح. لكن يسب الرب في الليل وفي النهار، ما حد تكلم، قال غضبان. طب غضبان ليه ما يسب الرئيس؟ سب جندي الرئيس ما يستطيع، ليش؟ في سجن. لكن سب الرب في كفر اكبر. طيب تغير الآن، خرجوا عن النظام، سب الرب باقي عن بعض الناس. إذا ما إذا في عندنا إشكال لابد أن نغيره حتى يأتي النصر. والله صدق، صحيح؟ لا تقول والله ما قصده. طيب إيش هذه عبادة يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا؟ تعال، هذا الأخ يبغى يصلي الظهر 5 ركعات، إيش رأيك؟ سبحان الله، يا أخي يصلي لله 5 ركعات الظهر، الركعة الخامسة يصلي فيها ويقرأ في الفاتحة ويركع ويسجد. الله أنا 4 ركعات فرض ظهر. طيب إيش الإشكال؟ إيش الإشكال أن يصلي 5 ركعات؟ هل يعاقب الله على الصلاة؟ إذا يصلي 6 ركعات، وش المشكلة؟ صح؟ يصلي 6، 8، 10، ما في إشكال. والله ما يعاقب الله على الصلاة. صحيح؟ يقول له صلي؟ لا، يقول له والله يعاقبك الله على مخالفة السنة، ما يعاقبك على الصلاة. كيف تصلي 5 ركعات؟
ولا تزيد شيء. كيف هذا يقول له زمزم وصحبة وكذا بعد تقول ما في شيء؟ زمزم يعني ان شاء الله نتوضا زمزم. طيب دقيق، هل هذا الامر ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفته انت واصحابك؟ هيك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا يقولوا زمزم وصحبة؟ كان هناك ما كان في زمزم؟ كان في زمزم، كان عنده زمزم بالعائلات. مين بيتوضا بزمزم؟ انت كان يتوضا بزمزم. اذا صار الدين ملعب، كل واحد يضيف حاجه. هذا الدين، اسمع اسمع شوف ايش يقول الامام مالك رحمه الله. يقول من زعم ان في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا عليه الصلاه والسلام خان الامانه. خان الامانه كفر اكبر. اقرأوا ان شئتم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. مفهوم؟ لا زمزم لا صحبه. تبغى تدعي له بالحج صحبه ياخذ دعي له في السجود. صح؟ حرما، ايش حرما؟ تقبل الله، هذا كله بدع. هل الصحابه رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتمسك كان يقول حرما وصحبه ولا معك؟ الحرام هذا. والله لو في خطاب للرئيس، اسمع انت بس الان، يا رجل ما يغير في كلمه، لو اخطا المذيع صنعوا به ما صنع. كيف كلام الله؟ كيف الشريعه يا اخي؟ كيف نغير الشريعة؟ كيف نغير شيء في الشرع؟ صح؟ الزائد أخو الناقص. حطس رجل عند ابن عمر رضي الله عنه، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ما هكذا علمنا رسول الله؟ ما يمكن. صحيح صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا بدعه. صح؟ اذا زمزم بدعه. الحمد لله يجب. لا ما اسمع، ما اسمع شيء. احنا اخواننا نبغى نكون واقفين عند الادله. مو كل واحد هذا، انتم تعرفوا احسن من هذا. زمزم وصحبه شيء يسير امام البدعه الموجوده. الجمعة شوف ايش يصنعوا والموشحات وكذا. والله اقول لك كنا في المخيمات كل يوم نسمع شيء. اصلا التراويح وبينها كذا وبينها وبعدها وقبلها والامساك قبل احنا كنا نقول لاخواننا احنا وين احنا؟ احنا في المخيمات تركيا الحمد لله. كيف تصنع هذا؟ المهم في اشياء ما ينكروا عليها الناس، وفي اشياء ينكر عليها. خرجنا يوم وسرق الى بعض الناس كان في موقف، فقال هذا والله منذ ايام النظام الى يومنا هذا هي موجوده. هذا انكار ينكر لانه ما راح عليه. اما دين يروح ما في اشكال. صح؟ والله صح.